مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. الإعلامي رياض بن عمر ينفي خبر استبعاده من قناة الشروق، ولكن في نفس الوقت يؤكد خبر استبعاده من برنامج غني جزائري. دونك راح نحكوا على واش صرا. اوكي انا كنت نقدم برنامج غني جزائري. برنامج غني جزائري هذاك البرنامج بيكون نستضيفوا فيه مشاهير فنانين من الجزائر، قعدوا له 3 حلقات ويخلاص الاسم والبرنامج ويخلاص كامل البروغرام. دونك هما راهم يخمو باش يديروا برنامج واحد اخر، يعني القناة راح يتخمم باش دير. كاين بون عندنا شبكة البرامجية تاع الصيف، عندنا شبكة البرامجية اللي قبل ان نكمل للقيام باعلانات تجارية، فما عليكم الا ان تراسلونا في صفحتنا على الانستغرام ورابط اللينك في صندوق الوصف. الجزء الثاني تاعو لانه الكونسيبت تبدل، كل حاجة تبدلت فيه، هو كانه بروغرام واحد اخر ماشي غني جزائري اللي كنت فيه انا، بقى الاسم هو. انا مانيش راح نقدمه اوني داكور، بصح هذا ماشي معناتها اني ماني مطرود من القناه ولا اني متضارب مع القناه ولا راني صار لي مشكل مع القناه ولا ما باليش شنو وكذا ايتو. اوكي كاين كواليس فيما بيناتنا ونا با لو دووا باش نوقفها، ماشي حنا ونا با لو دووا ما نهضروهاش، البوبليك ما عندوش لو دووا باش يسمعها خاصكم، حنا وني بروفيسيونيل ما نقدروش نعرضوا الكواليس للخارج، ولكن عادي جدا لانه احنا على باس ديجا راه عندنا زوج دوزيميسيون على بالنا واش راح نقدموا في الصيف واش راح نقدموا مور الصيف ان شاء الله. دونك هذه حاجه عاديه جدا. رياض بن عمرو في تصريح اخر يؤكد ان اسمه صنعه بنفسه وليس بهذا البرنامج. ماشي هو اللي صنع لي نجاحي، يعني بالنهايه ماشي هذا البرنامج اللي صنع لي النجاح تاعي، الحمد لله اسمي خادمه من الثمانينات ماشي من دوكا. دونك سي با ان بروبليم، هذه حاجه عاديه نعاودوا. رياض بن عمر يعطي مثال عن جوده الصحفيين ويلمح عن فشل سهيلة بلشب في تقديم برنامج الحان وشباب. نعاودوا لو كان ناخذوا بمثال هكا صغير، منى الغربي كانت تقدم، خلينا نقولوا ونعتذر بالك على هذا الكلمه اللي احنا نوظفها، بالك يقول لك سوقيه وتاع شوارع، ولكنها شكوره المسارح كانت تقدم برنامج الحان وشباب في مواسم كبيره وبرز بيها وعطات له من كما يقول لك عطات له قيمه كبيره، ولكن هي كي تنحات جابوا وحداكم على بالكم شغل هكا خاطيها كامل الضمان وكانت تقدم فيه. دونك سي با لا فين دو موند، عادي او كونترير الناس كي شافت شكون قدم مور منى الغربي عرفت قيمه منى الغربي اكثر من اللي لو كان زادت قدمته هي. دونك سي با ان بروبليم. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.